كي داير لاباس عليكم اموركم مزيان كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير جبتكم اليوم موديلات جدادي الناس اللي كانوا كيسولوا على الجلابه والناس اللي كانوا كيسولوا على العبايه والكساوي راهم دخلوا للمحل وموديلات جدادين والثمن كيبقى 100 درهم بالنسبه للمحلات اللي حاليا مفتوحين كاين محل ديال هانتا وشطاس حي القدس واحد ما بين صيدا تاع عيشه وكافي الاخوين كاين محل ديال فاس وفاس الحديقه واحد ما بين المدرسه الخضراء ومشي الفردوس وكاين محل ديال فاس الفرع الثاني سونتر خفيف حدا اوتيزالا وكاين محل في امزون في الشارع رقم 3 وقريب ان شاء الله في الايام غيكون الافتتاح ديال المحلين كناس رد البال معايا على حسب لي فيديو اللي حطيت لكم المهم عندكم بالضبط على حسب النهار المهم غادي يكون في هذه الايام هذه ودابا غادي ندوز نوريكم شنو كاين في المحل شوفوا معايا هاد العبايه باش كتجي الشكل ديالها شوفوا هنا كيفاش كيجي الكول هاد الثوب ديال كيفاش كيجي لنا وهنا الكميمات نفس الثوب كيجي فيها الجويال ها هي شتو قبيلات كاين فيهم جيب تما كاين فيهم جيب كاين ما فيهمش لا قبيلات رخيص ولا فيها جيب تما خاص كيبقى 100 درهم كاين فيهم جيب وكاين اللي ما فيهمش اللوان كيف توفير في هذا الموديل كاين فيها الباج شوف كيفاش دايره كاين هذا اللوين هذا انا متاكده نلبس وحده فيها الجيب قلت لكم كاين اللي فيهم جيب كاين اللي ما فيهمش كتقول لي كاين اللي فيها جيب كاين اللي ما فيهاش كاين هذا الزيتي هذا شوف معايا كيفاش كتجي الزيته ديالها كتجي زوينه كاين هاد اللوينات هي راه فيها اللوينات بزاف الا زدت شي لون تجيو للمحل وشوفوا المهم انا كنحاول نوريكم اللوينات كاملين وكيف فيها الوان بزاف كاين هاد اللون هذا الناس اللي كيبغوا العبايات بجيب راهم كاينين اللي كيبغوا بلا جيب راهم كاينين شوف هاد اللوين هذا غنبقى معاكم في اللوينات الغدا الناس اللي اول مره كتشوف هاد الباج ما تنساوش تشوفوا معنا في الباج خلينا واحد جيم كومونتير وسبارطاجيو لا فيديو مع الحباب ديالكم كاين هاد اللوين خاص دا كتجي سامبل كتجي فيها واحد الفتيحه في الجنب فتيحه اللي هي صغيره ماشي فتيحه كبيره كاين هاد اللوين اللوين الصيفيين لي طايبه ديال هاد 230 42 طايله لابسه انا دابا 830 شوف 830 كيفاش كتجي كاين هاد اللون كاين هذا كاين هذا هو كاين هاد اللون دابا ندوزو موديل اخر صافي انت هما متوفرين في المحل شوف معايا الكسيبه كيفاش كيجي لاكوب ديالها كيجيو فيها صديفات حتى لهنايا شوفوا الكلاش كيجي فادي لابسه انا طيت 130 يعني دي اصغر طي وشوفوا لاكوب ديالها كيفاش كتجي الكميمات كيجيو بحال هكا دابا مريكم كسيبات بحال هكا بالنسبه للناس اللي مبغاوش الكميمات بحال هكا كاين الكميمات مزيرين كاين مشكلات بزاف في الكمام غنصورهم لكم حتى هما شوف معايا غير هذا الموديل هذا كيفاش كيجي شوفوا الكول الكول كيجي بحال هكا اللوان اللي متوفرين في هذا الموديل هما هادو كاين هذا الكحل كحل ابيض من بيت كيوقع اساس كاين زرق ولي طايف فيهم من 38 ل 44 شوفوا معايا 38 غير 38 راه كتلبس كاين هاد الغوص والصفر اللي لابسه انا دابا وكاين الخضر ايوا ما نطولش عليكم ندوزو للموديل الاخر غادي ندوزو نشوفو الجليبات الثمن خلاص كيبقى 100 درهم شوفوا معايا هاد الجلابه كيفاش كتجي الكميمات كيجيو جوهره بحال هكا شوفوا الكميمات كيجي فيهم باندا من التوب ديالها وحتى القب كيجي فيه الدوبلور كيجي مدوبل شوفي نفس الزواقه ديال هنايا هذه الطاي الصغيره 38 شوفوا لو سويه شحال كتجي اللوينه اللي متوفري فيها كاين جوج ديال اللوينات كاين الاحمر وكاين المار طلعت الدروج تخفوني هانتوما شوفوا المارو ديالها كيفاش كتجي هو كيجي بهذا الشكل كيجي مدوبل والثمن خلاص كيبقى 100 درهم وهذه هي الحمره اللي لابسه دابا لا عجبتكم شي حاجه وتلتحقوا بها المحل مرحبا بكم ما نقدرش انكم تلتحقوا بها المحل ما عليكم لا تتواصلوا معنا في النومه ديال التليفون اللي غتلقاو في العنوان ودابا ندوزو نشوفو الموديل الاخر الكسيوات سامبل اللي ما فيهم لا زواق لا حتى شي حاجه شوفوا معايا لاكوب ديال الكسيوات كيفاش كتجي كتجي فيها واحد الباندا من هنايا صديفات كيجي كولفي بالنسبه للكميمات كيجي فيهم واحد لاستيك وفي الظهر كاين واحد لاستيك في الظهر ما عليكم حاجه كيجي بحال هكا في الظهر وكيجي هذا عند هذا الحزام الثمن خلاص كيبقى 100 درهم اللوينات اللي متوفرين في هذا الموديل كاين الكحل اللي لابسه انا دابا كاين هاد الغوز نشوفو اللوينات ديالو لي طاي فيه من 38 ل 44 كاين هاد اللوين
نشوفوا لاكوب ديال كيفاش كتجي. شوفوا من هنا كيشوفوا واحد البليت هنايا كيفاش كتجي الشكل ديالها. كاين هذا اللون، كاين المارون، وكاين هذا الفارغ. ودابا ندوزو نشوفوا الموديل الاخر. الموديل ديال الكساري هذا كيجي مختلف، لاكوب ديالو من يدين. شوفوا كيجي اصلا لاكوب ديالو كتجي الكسيوه واسعه، وفي يدين شوفوا كيفاش كيجيو الكمام، كيجيو بحال هكا واسعين. الثمن خلاص 100 درهم اللي طايب 38 ل 44. هنا كتجي في واحد الباندا ديال لاستيك. الميات اللي متوفرين في هذا الموديل هذا كاين هاد الزرق اللي لابسه انا دابا، كاين لورونج لتحت، كتجي واحد الزواقه بحال انتبهت ليها، كاين الاحمر، كاين الاخضر. المهم شوفوا دخلوا بزاف ديال الموديلات ديال الكساوي. انا عارف راسي ما نقدرش انا نصور لكم الموديلات كاملين. بحال هادو كاينين حتى في السامبل، الناس اللي كيسولوا على السامبل راهم كاينين اللي كيجيو هكا كلوش، كاينين السامبل، كاين بزاف ديال الموديلات ديال السامبل ما صورت لكم شنو كاين. هادو بالنسبه للموديل اللي كنت لبست قبلات في الصفر كاين بحال هكا نفس الموديل، ولكن الكميمات الناس اللي كيبغيو الكميمات هكا مجموعين كاين في نفس الثوب نفس الموديل. ها هما اللوينات ديالو، اللوينات كيكونوا مختلفين. كاين هاد اللوينات، كاين هذا، هذا ما تقوليش لي هذيك اللوينه اللي قلت لك حتى سيرت. كاين الزرق. المهم شوف انا لكم واحد اللوينه واحده اخرى، موديل اخر اللوينه ديالو مشكل تمينو. هاد اللوينات ماشي كاملين حطيناهم، ونكتبوا كاينين كسيوات وحدين اخرين، كاين كسيوات بزاف ما غنقدش نصور لكم كلشي. جيو المحل وشوفوا شنو كاين مرحبا بكم. وهنا اختي غادي نقول السلام عليك، نلقاك فيديو جاي ان شاء الله.